يعني ما في سبب معين ولا ما تبي تقول؟ لا ما في شيء. في شيء بس ما اقدر اقول. افا ترى انا اخوك. لا بس خانتك؟ ايش قاعد تقول؟ خانتك؟ لا مستحيل بي ما تسوي انت وين راح مخك؟ ترى الشك مو شيء غلط بالعكس احيانا الشك ممكن يحميك من الصدمه. دائما افكر لو ان زوجتك قعدت مع واحد غيري ممكن تقول لنا. وانا بعد احبك واموت فيك. ما ادري اذا كنت راح تصدقني ولا لا بس تدري ان انت قاعد تحسسني كني عمري ما حبيت بحياتي. يا رب ان شاء الله تكون حبي الاول والاخير. قول امين. واذا بتطريني تطريني بالزينه ولا؟ هذا الانسان مريض مو صاحي. انا ماني عارفه شلون كنت متحملته طول هالسنين. زين شو اللي ضمني انها ما انا ما صدقت على الله اني تطلقت منه وافتكيت هذا الانسان لازم يموت. من صدقي لازم يموت.